الكرسي قايتو داخلو. فاش دخلوا قايتو هي قايتها حاشاك عريانه هو كيحرق فيها حرقها ديال القهوه وكتخوم على الحرقه وتي الحرقه ما مكرطاش وكتخوي على القهوه كي بغيتهاش. ولكن هو نار حرقها كنا انا وهاد السيده جالسين حدا الباب. السيده جالسين حدا الباب انايا دخلت هو دخل وهي سكرانه كتسكر ديما كيشرب هو وياها. فاش دخلنا دخلت باش ناخذ الكرسي قايتو دخلو. فاش دخلو قايتو هي قايتها حاشاك عريانه هو كيحرق فيها حرقها قايتها محروقه حرقها بالكرسي. ولكن ديما تيشرب ديما كيشرب وديما صداع ديما مضاربين ديما شو عندنا هنا في الزنقه الجيران ما كينعسوش كي يعني واحد الحاله ما نقولش لك ديما حنايا هكايا كيعايروا ولادهم بالهضره خايبه ولادهم راه شادينه مع الناس. الدري كان عند عندهم جوج ديال الدري شادينه شاده واحد المراه هكا اللور الدري شادينه هاد الناس اللي عندها خمس شهور هما اللي كيصرفوا عليهم هما اللي كل شيء. كذب عليك الكاذب يقول لك بنادم كنديروا كنفعلوا كنتركوا هادي راه شادين كانوا كيسكنوا هنا المحل ديالهم اخويا فين هي السكنه عندهم كاينه هي مبليه هما هو مبلي فهمتي هو كيتقدم هي مريضه مرض نفساني هي من زمان وهي مريضه ماشي زعما تا خداها ولا تا سكنت معاها هنايا من زمان وهي مريضه فهمتي يعني جمعوا هاد البيت باش زعما يتجمعوا يكونوا شي اسره نقيه فهمتي داكشي ما كاينش. هو شفت تايا شفت لا كانت باركه معاه هنايا حتى حملات اللي وقفت تا تما باش تقلا بره ديال 30 شوف اخويا ديما كيتقاتلوا بالعصا وحنا كنعيطوا على امها كنقول لها جي راه بنتك غادي يقتلها ما كيكون والو كتجي كديها كتعاود السيده كتعاود ترجع لعندها. دابا راه شي 10 سنين شي 10 بحال هكاك شي 10 ولا 11 كيفاش العلاقه في العلاقه كانت بخير ماشي زعما في ديك التصويره باش في ديك التصويره باش خداها هوايا ماشي في ديك التصويره خداها خداها باقا نقيه وباقا بخير جات هنايا صافي اللي عندها كمل حتى هو كان بخير ولكن دابا فات سميتو يعني مرض ولا داي حفيان ولا كياكل من الطوارو فهمتي يعني السيد ما بقاش نورمال فهمتي انا ملي شفت السيد وصل لهذاك النيفو غنهجي نهز بنتي وغنديها ما نخليش بنتي معاه. لما تتحمل المسؤوليه ديالك؟ كنتحمل المسؤوليه اليوم كاملين يعني السيده كرشها طيبه وما هزيتوش الدريه وما ديتوهاش التسوانه علاش ما ديتوهاش؟ علاش كتجيب الكيسان ديال القهوه؟ علاش كتجيب الكيسان ديال القهوه كتجيب الكيسان ديال القهوه وكتخويهم على الحرقه واش الحرقه وخوي على القهوه ما داروا لا والو كيديروا لها البوماد ويدوروا لها الفاسمو سي صيفطو تدود انا ما كاين لا السبيطار لا حتى شي حاجه انا كاين اهمال طبي سيده هنايا يعني اخويا الدخول الريحه ما تشماش قال لها سيري عاوميها السيده خايفه مدوده وعاوميها ما شدوهاش الواقع سيري عاوميها عاد نشدوها حيت ريحتها خانته مسكينه ولا ما كتقول لينا قالت لك دينا السبيطار ما بغاوش يشدوها وعلاش ما يشدوهاش حيت الحرقه اللي عندها ماشي ديال بوماده وماشي ديال تجيب الكيسان ديال القهوه وتخوي على كرشي يعني ديك الحرقه ديال التكرات ديال خاص كرشها تكرط والمدات السبيطار مسكينه ديما كديها السبيطار ولكن ما كيشدوهاش كيدهنوا لها على البوماده وكيصيفطوها هما مسكينه شي ثلاثه المرات هي كديها ولكن هما ما كيشدوهاش كيقولها سيري عاوميها كدير لها على البوماده وكيديروا لها الفاصمه كيديروا لها على الفاصمه هاي مسكينه تصويرتها عايش فيه هنايا تعذبات يعني وقع لها المشكل شدوها في السبيطار علاش طلقتوها قلت لها سير دهنتوا لها البوماده وصيفطتوها ما غدودش راه دودات كاين لا شدان ما كاين حتى شي حاجه كتخرج بارادتها وكتدخل بارادتها فهمتي ما كيقولها فين غاده ما كيقولها فين جايه ما كيقولهاش لبستي ما كيقولهاش حطيتي ما كاينش هذا الشيء شويه ما في هذا المؤخر حتى هو فهمتي دابا كثر داكشي اللي كيدير صافي السيد تقلبوا لي سميتها راه ولا حفيان ولا كياكل من الطوارو ديال الزبل ماشي مريض ها مفرط في ولادو ماشي مريض هزيتي وحرقتي مرتك ماشي مريض حيت بنادم نورمال ما غيديرش هكا الضرب ديال بصح وحتى حاجه ما كتوقع.
هي كتبرك هنا عادي هو صافي كيمشي كاع لو وصل مع المخزن كدير لي التنازل وكيجي صافي. كانت سكرانه تحرقات كانت سكرانه كانت سكرانه شوف اخويا ما نكذبش عليك هي لا واش شنو كانت دارت من وراء الحرقه؟ دارت من وراء الحرقه يعني محروقه وهي في البيت شنو كدير؟ الواقع كدير اللي فيها ما بغاوش يشدوها قال لها سيري تعوميها وجيبها لنا نداويوها ما شدوهاش فين هي وزاره الصحه؟ يعني ما كاين لا مخزن ما كاين لا والو ما كاين لا علاج لا حتى شي حاجه مساكن اللي ما عندوش الفلوس يمشي يموت البيت صافي تتعف في الناس عاد هزوها الدواء قالوا الله يرحم راه ماتت اشني راه حشومه لا ماشي كلها لا ماشي كلها عامن في خاضها ولتحت ولتحت وكرشه حساسه لتحت وكرشه وهي مليوحه في البيت واش حرقه خايبه اما مسكينه جابت لها الطبيب حتى لهنايا حتى الدواء السبيطار وما كيشدوهاش وكتشري كيسان ديال القهوه زعما كتجيب كيسان ديال القهوه وكتخوم على الحرقه وتي الحرقه ما مكرطاش وكتخوي على القهوه كيبغيتهاش ماشي غدود